تحت الضغط. أدهم ويسا، يسا وأدهم. أدهم أنت اللي هتبتدي الأول، يسا تفضل عند سليم هتسمع أغنية وترجع لنا تاني. تعالى مكاني يا أدهم. دربت؟ آه دربت. آه الأسئلة مش صعبة ولكن عايزة تركيز جامد جدا. كله على ربنا بقى ونعمة بالله، ولكن أنت لازم تجتهد. أكيد صح، انا عملت اللي عليا ان شاء الله بقى يا ربنا يوفق. تمام، هو مش معانا اصلا ياسا مستمتع مش معانا. تحت ضغط كاونتر. في اي دوله خليجيه تقع مدينه المحرق؟ الامارات. غلط. لا تعتذر عما فعلت هو ديوان لشاعر فلسطيني راحل، فمن هو؟ باص. كم عدد حروف كلمه اختراع؟ 6. صح. في اي دوله اسيويه وقعت معركه ديو البحريه عام 1509؟ الصين. غلط. من هي الفنانة التي قامت بدور سيادة في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية؟ غادة عادل. غلط. في أي محيط تقع جزيرة روبن؟ الهادي. غلط. ما هو أكثر العناصر شيوعاً في القشرة الأرضية؟ الحديد. غلط. فترة مستهلة يغنيها الفنان مصري، فمن هو؟ بوس. ما هي اللغة الرسمية في دولة كولومبيا؟ كولومبية. غلط. ما هي الرياضة الجماعية التي كان يحترفها؟ لا لا لا، أنا عارفهم كلهم. لا 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 لا. تعالى 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 يا أدهم، تعالى. بص يا أدهم، أنت مش مركز. يعني لما أقول لك اللغة الرسمية في دولة كولومبيا ما ينفعش تقولي كولومبية. لخبطت بقى. فاهم قصدي؟ ده تركيز. يعني دي معلومة عندك أنا واثق مليون في المية، هي وغيرها. أيوة كذا واحدة. انا بجاوبه بعدين بفتكر الاجابة. معلش معلش معلش. خليك ادهم، خليك فين، خليك ادهم. فكنا برك هارد لك، هارد لك، مفيش مشكله، ولكن كان ممكن تعمل احسن من كده. لا. معلش هارد لك. سليم، عايزين ياسا ينضم لينا. هنشوف ياسا هيعمل ايه. ياسا عايز تعرف ايه اللي حصل؟ لا مفاجأة. مش عايز تعرف. لا مفاجأة. الأسئلة مش صعبة، عايزة تركيز مش أكتر. تحت الضغط كاونتر. في أي دولة خليجية تقع مدينة المحرق؟ البحرين. صح. لا تعتذر عما فعلت هو ديوان لشاعر فلسطيني راحل، فمن هو؟ جبران خليل مطران. غلط. كم عدد حروف كلمة اختراع؟ 7. غلط. في أي دولة آسيوية وقعت معركة ديو البحرية عام 1509؟ الصين. غلط. من هي الفنانة التي قامت بدور سيادة في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية؟ بس. في أي محيط تقع جزيرة روبن؟ محيط الهادي. غلط. ما هو أكثر العناصر شيوعاً في القشرة الأرضية؟ الكربون. غلط. فترة مش سهلة هي أغنية الفنان مصري، فمن هو؟ محمد فؤاد. غلط. ما هي اللغة الرسمية؟ نفس المشكلة حصلت. تعال انت عارف يا ياسا، نفس المشكلة اللي حصلت بالظبط مع أدهم هي هي. جاوب على سؤال واحد بس هو كمان. تخيل الأسئلة مش سهلة. الأسئلة سهلة. لا 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 آسف، الأسئلة سهلة جدا. تعالوا نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش ونشوف الإجابات موجودة ولا لا. لا تعتذر عما فعلت هو ديوان لشاعر فلسطيني راحل، فمن هو؟ محمود درويش. بالظبط كده، محمود درويش. كم عدد حروف كلمة اختراع؟ 6. دي اللي أنا جاوبتها. بالظبط كده، شوف شوف. أنا اتوترت اتسرعت فمش مشكلة عادي. في أي دولة آسيوية وقعت معركة ديو البحرية عام 1509؟ سعودية. ديو البحرية، ده ديو البحرية دي أنتوا خدتوها في المدرسة. أنا فاكرها بس مش فاكر اسمها، بس فاكر في الهند. دي البحرية كانت في الهند. أصف. 5. دور سيادة في فيلم ولا زكي. الله يسامحك. الاستوديو كله عارف معانا انتوا الاثنين، منى زكي. 6. في أي محيط تقع جزيرة روبن؟ المحيط الأطلسي، الأطلنطي. ما هو أكثر العناصر شيوعا في القشرة الأرضية؟ أكسجين. أكسجين. الأكسجين. السيليكون. أكسجين.
افتكرت نعم عادي انا برضه افتكرت برضه لازم تبقى حاجه في فتره مش سهله يا اغنيه الفنان مصري فمن هو رامي جمال ما هي اللغه الرسميه في دوله كولومبيا الاسبانيه الاسبانيه انا بقى قلت الكولومبيه هو قال الكولومبيه بص ما تسالنيش ما وصلتلوش ما وصلتلوش انت ما لحقتش توصل كنت بتفكر بتاخد ثواني زياده ما لحقتش بصوا انا مبسوط عشان انتوا الاثنين اتعادلتوا انا مبسوط جدا الاسئله سهله ولا صعبه ايه مصاعه من السنه اللي فاتت اعلى شويه بس مش لدرجه كان يتجاب فيها 3 4 بالظبط كده يجاوب على 4 على 5 بس مش سؤال وسؤال ولكن كويس ان انتوا اتعادلتوا نحيي كلنا ادم وياسا ياسا وادم اتفضلوا النتيجه اتغيرت ولكن الفرق في السكور لسه زي ما هو 30 وإجابة واحدة بس بقيته 35 45 وإجابة واحدة بس بقيته 50 إن شاء الله طبعاً الفقرة اللي جاية 25 نقطة يا 50 تبقى 75 يا 35 تبقى 60 ودلوقتي مع الفقرة الخامسة فقرة